سنة 2003 المخرج هيتاكا ميازاكي كان شغال كمحاسب في شركة أمريكية فرعها في اليابان، وفي الوقت ده فهو كان محب جدا للفيديو جيمز على الرغم من إن ضيق وقته نتيجة الشغل ما كانش بيسمح له بإنه يلعب كتير أو بشكل مستمر، وما كانش بيفكر تماما في إنه يشتغل في أي حاجة متعلقة بالصناعة دي، مع إنه كان بيحب الكتابة من أيام طفولته، لحد ما واحد من أصحابه جاب له لعبة إيكو هدية، واللعبة دي كانت العمل اللي كشف لميازاكي إنه كان عاوز يبقى مصمم ومخرج ألعاب. تأثير ألعاب تيم إيكو بالتحديد على ميازاكي كان كبير جدا، على الرغم من الاختلاف الكبير بين ألعاب سلسلة سولز وألعاب زي إيكو أو شادو أوف ذا كولوسس، لأن الألعاب دي ما أثرتش في ميازاكي من ناحية أسلوب اللعب أو تصميم المراحل والجيم ديزاين، هي أثرت فيه من ناحية بناء العالم والقصص اللي سلسلة سولز قدمتها، لأن ألعاب تيم إيكو كان واحد من أهم أسباب اختلافها وتميزها هو إن عالمها وقصصها كانت جديدة تماما، وبتخلق أساطير جديدة من الصفر، وده اللي سمح لفريق التطوير إنه يقدم تجربة فريدة من نوعها ومش شبه أي حاجة اتقدمت قبلها. معاكم محمد إبراهيم من الشانل بلانك، والنهاردة هنتكلم عن دارك سولز وصناعة الأسطورة. أساطير وقصص الحضارات القديمة أو الميثولوجي بمعنى أصح طول عمرها جزء مهم من صناعة الفيديو جيمز، لأنها كانت في كتير من الأوقات مصدر إلهام رئيسي للعوالم والقصص الجديدة اللي الفيديو جيمز بتقدمها. على سبيل المثال، لعبة زي نيو كانت مستوحاة من الميثولوجيا اليابانية، وسلسلة زي جادو فور كانت مبنية بالكامل على عوالم الأساطير الإغريقية ومؤخرا بقت مبنية على النورس ميثولوجي. لو رجعنا ورا شوية كمان هنلاقي إن سلسلة ألون ذا دارك مثلا في بداياتها كانت مستوحاة من عوالم كتاب رعب مشهورين، ممكن نعتبر قصصهم اتحولت لأساطير وميثولوجيا منفصلة زي إدجار ألان بو أو اتش بي لافكرافت. الفيديو جيمز باعتبارها أعمال إبداعية في الأساس، وبما إنها واحد من الأوساط اللي ممكن تحكي من خلالها قصص معقدة ومتشابكة، كان من الطبيعي والمتوقع إنها تستلهم تصميم عوالمها وقصصها من الميثولوجيا اللي إحنا عارفينها في عالمنا، زي ما الأدب والسينما عملوا من قبلها. إنك تستوحي قصتك أو تبنيها على عالم كان موجود بالفعل بيكون أسهل، وبيخلي القصة أغنى وأكثر تشعبا من غير مجهود كبير، وعشان كده دايما من المتوقع إن قصص الألعاب اللي من نوعية الفانتازي آر بي جي بالتحديد تكون مبنية على عوالم أسطورية موجودة بالفعل بدل ما تتبني من الصفر. إلا إن ده ما كانش اللي هيديتاكا ميازاكي عمله مع سلسلته الأهم دارك سولز. ميازاكي وبدل ما يبني عالمه على الأساس اللي ممكن يوفره له واحد من عوالم الميثولوجيا الكتير، فهو بنى من الصفر وصنع عالم جديد خاص بيه هو. ميازاكي لما تعين في استوديو فروم سوفت وير ما كانش عنده أي نوع من الخبرة في تصميم الألعاب، وبالتالي في أول كام شهر ليه في شغله الجديد كان صعب على أي حد إنه يتقبل الأفكار الجديدة والغريبة اللي كان بيقدمها الفرق التطوير، لحد ما عرف ان واحد من الفرق دي كان عنده مشاكل كبيره في تطوير عنوانهم الجديد ديمون سولز، والاستوديو وشركه بانداي نامكو نفسها عمرها ما حطت امال كبيره على المشروع ده، وميازاكي انتهز الفرصه دي عشان يتولى اداره المشروع، والاول مره بقى عنده نوع من الحريه لتجربه افكاره الجديده واسلوب اللعب اللي كان مصر على انه يكون صعب جدا لدرجه ممكن تبعد عدد كبير من الناس عن اللعبه، لكنه كمل التطوير للاخر، واللعبه لما نزلت ما نجحتش بالشكل اللي ميازاكي كان بيتمناه في اول كام اسبوع ليها، لحد ما الكوميونتي بتاع اللعبه بدا يتطور واللعبة نجحت بالشكل الكافي اللي خلى فروم سوفت وير يبدأوا يثقوا في شغل ميازاكي كمخرج ويدوله مشروع التاني والأهم دارك سولز، والمرة دي بتمويل ودعم أكبر من أي وقت قبلها. ميازاكي كان بالفعل وظف عدد من أفكاره في طريقة الستوري تيلينج وبناء العالم في ديمون سولز، لكن نتيجة التمويل المحدود ونتيجة إن المشروع ما كانش مشروعه هو بشكل كامل من البداية، فهو ما قدرش يوظف الأسلوب الفريد بتاعه غير في تطوير دارك سولز 1، وهو ده اللي أنا عاوز أتكلم عنه النهاردة. انا هنا مش حابب اتكلم عن الجيم بلاي والكومبات المميز بكل عناصره المعقده اللي بتقدمه سلسله سولز، ومش عاوز اناقش الليفل ديزاين او الانمي بليسمنت او حتى الانتر كونكتد وورلد ديزاين اللي ممكن نعتبره كان اهم واكبر عناصر نجاح دارك سولز 1 في الاساس. انا في الفيديو ده هدفي ان احلل واستعرض الورلد بيلدينج وصناعه الاسطوره اللي ميازاكي بداها لما صمم عالم دارك سولز 1. لو بصينا على اي عالم من عوالم الميثولوجيا المشهوره زي النورس ميثولوجي او الجريك ميثولوجي هنلاقي انها دايما بتبدا بقصه خلق، بتبدأ بإنها بتفسر الأوريجينز بتاعت العالم، وده بيكون الأصل اللي كل حاجة بعد كده بتتبني عليه، ومثال قوي على ده هيكون أصل العوالم التسعة في النورس ميثولوجي. ميازاكي ونتيجة لتأثره بالعالم اللي تيم إيكو بناه من الصفر، قرر إنه في بنائه لعالم دارك سولز 1 ما يبقاش مجرد بيبني عالم لعبته على عالم أسطوري موجود بالفعل، أو يقدمه كمجرد عذر عشان يناسب أفكار القصة اللي كتبها، إنما قرر إنه يبني عالم أسطوري كامل تعقيده وحجمه ممكن يقارنه بالعوالم اللي قدمها تولكين أو اتش بي لافكرافت قبله. والحقيقة ده كان قرار متعمد جدا، مكانش صدفة إن ميازاكي لما بدأ يبني العالم بتاعه قرر يبدأ بلحظة الأصل، لحظة ظهور الفيرست فليم اللي بتماثل لحظة ظهور موس فالهايم ونيفلهايم في النورس ميثولوجي،
لأن ظهور الفيرست فليم كان اللحظة اللي وجدت الديواليتي في عالم دارك سولز، الفرق بين النور والظلمة والحياة والموت والنار والتلج كلهم اتوجدوا في اللحظة دي، وكل النقائد دي خلت الحياة ممكنة وأوجدت كائنات جديدة بنفس الشكل اللي امتزاج نارموس فيلهايم ببرودة نيفلهايم بيه أوجدوا باقي عوالم النورس ميثولوجي التسعة. عالم دارك سولز كبير ومعقد ومتشعب لدرجة إنه سمح بتقديم مملكة كاملة جديدة بحجم لورد ران فيها نظام حياة وقواعد فريدة خاصة بيها، وحتى معتقدات دينية كاملة وأساطير سكان المملكة دي نفسهم مصدقينها وبيرددوها، وقصة أرتوريوس وسيف في الجزء الأول دليل على ده. في عالم لورد ران وقبل ما اللاعب يجيله فرصة إنه يلعب الديل سي دايما هتسمع الشخصيات بيتكلموا عن أسطورة نايت أرتوريوس اللي كان واحد من فرسان جوين الأربعة، وإزاي إنه قدر يهزم مانوس ويوقف سيطرة الأبيسة على منطقة أولاسيل، وإنه ضحى بنفسه في سبيل ده، لكنك لما بتلعب الديل سي بتكتشف إن دي ما كانتش الحقيقة، وإن الأبيس في الحقيقة نجحت في السيطرة على أرتوريوس، وبيكون مطلوب منك ترجع بالزمن وتقتله وبعدها تقتل مانوس وتوقف سيطرة الأبيسة على أولاسيل. وسكان المنطقة دي بيقولوا لك وقتها وبشكل صريح إنهم هيخبوا حقيقة اللي حصل مع أرتوريوس، وإنهم هيحكوا نسخة تانية من الأحداث عشان يحافظوا على سمعة أرتوريوس وفرسان جوين. الحدث ده بالتحديد واحد من أهم أحداث دارك سولز 1 إن ما كانش هو الأهم، لأنه بيكشف لنا عن نقطة مهمة في أسلوب تصميم عالم دارك سولز. قبل ما نلعب إضافة أرتوريوس أوف ذا أبيس، قصة أرتوريوس وتضحيته بنفسه بتكون واحدة من ضمن قصص كتير جدا فهمنا لعالم لوردران كله مبني عليها، وبتتحكي بنفس الأسلوب، بتسيب اللاعب يستنتجها من إنه يربط شوية أيتم ديسكريبشنز وحوارات عشوائية من شخصيات اللعبة ببعض. وقبل ما الإضافة دي تتوفر معظم اللعب ودارك سولز كانوا بيبصوا للحاجات دي على إنها حقائق ودلائل ما فيهاش شك، والمطورين سابوها ليهم عشان يكشفوا لهم عن قصة اللعبة بشكل مختلف، لكن الدي ال سي بينسف الفكرة دي تماما، لأنه بيكشف لنا إنه في الحقيقة واحدة من القصص دي كانت عبارة عن كذبة، مجرد أسطورة متصممة بشكل متعمد لتحقيق غرض معين، وده بسهولة بيشكك في كل معلومة تانية كبيرة أو صغيرة اللعبة ممكن تكون اديتها لنا. زي ما قلت قصة دارك سولز بتبدأ بلحظة خلق، لحظة تكوين، وبتقدم لك عالم فيه معتقدات وعادات خاصة بيه، حتى كمان بتأكد لنا إن قصص كتير من اللي بنسمعها عن عالم لورد ران ممكن جدا تكون كذبة أو أساطير مبالغ فيها، وده بيوصلنا للنقطة اللي جاية والأهم اللي ميازاكي بيحقق من خلالها هدفه في إنه يقدم عالم دارك سولز كأنه بيقدم لنا ميثولوجي جديدة هو صانعها، الستوري تيلينج. اللي ممكن بعض منكم ما يكونش عارفه هو إن أساطير وميثولوجي الحضارات القديمة ملهاش مصدر موحد، بمعنى إن ما ينفعش ببساطة نقول إن اللي نعرفه دلوقتي عن الجريك ميثولوجي مثلا هو ده بنسبة 100% اللي كان مصدقه سكان اليونان القديمة، لأن المصادر اللي الأساطير دي بتتعرف منها مش موحدة ومش دقيقة، وأحيانا كمان بتناقض بعضها. على سبيل المثال النورس ميثولوجي متاخدة من عدد كبير جدا من المصادر اللي أحيانا كانت بتناقض بعضها بشكل كبير، زي مجموعة أشعار مكتوبة باللغة النرويجية القديمة بيرجع تاريخها للقرن العاشر، وبعض الملاحم المشابهة للإلياذة والأوديسة مجهولة الكاتب، وعدد من الآثار زي نقوش حجرية مكتوبة بلغات قديمة جدا لدرجة إنها منقرضة في الوقت الحاضر. التناقضات اللي موجودة في المصادر دي مش مجرد تناقضات بسيطة زي ما ممكن تتصوروا، لدرجة إن بعض المصادر بتختلف على حاجة بأهمية ووزن وجود عالم منفصل باسم هيلهايم. الأركيولوجيستس والمؤرخين لما بيحاولوا يدرسوا أساطير حضارة معينة بيجمعوا الروايات المنفصلة دي من عدد كبير من المصادر، واللي في كتير من الأوقات بتكون ناقصة أو مكتوبة بشكل فيج جدا بيخلي من الصعب إنك تطلع منها معلومات مؤكدة، وبيبدأوا يجمعوا البيتس أند بيسز دي ويطلعوا منها أكتر قصة محتملة ومنطقية. في سلسلة سولز احنا بنعرف قصة اللعبة واللور بتاعها تقريبا بنفس الشكل ده. ميازاكي لما بنى عالم دارك سولز 1 اختار اسلوب الستوري تيلينج ده مش بس عشان يكون مميز او مختلف وسط الار بي جيز التانية، انما عشان يدي اللاعبين الاحساس ده، احساس اقرب لانهم علماء اثار بيحاولوا يكشفوا اسرار حضارات قديمة. في دارك سولز اللاعبين بيكتشفوا تاريخ وقصص، بيكتشفوا معتقدات حضارة قديمة واساطيرها، وحتى لا ممكن نسميه بالفولكلور بتاعها. طريقة الستوري تيلينج دي في رأيي كانت هي الحلقة المفقودة في تقديم العالم بالشكل اللي ميازاكي كان عاوزه، لأن ربطها بالطريقة اللي بتتكشف بيها ميثولوجيا وأساطير الحضارات في عالمنا الحقيقي بيأدي دور اللينك اللي بيربط كل أفكار وقرارات ميازاكي في الورلد بيلدينج ببعضها، وبيخلينا نختبر العالم كأنه حضارة سابقة زي الحضارة النوردية مثلا. إحنا بنقوم بدور الباحث اللي بيكتشف كل أسرارها. كل القرارات في تقديم عالم دارك سولز ما كانتش صدف أو هابي أكسيدنتس، دي قرارات متعمدة 100% وما كانتش صدفة إن ميازاكي اختار إن الإنسبيريشن للعبة بلادبورن مشروعه اللي جه بعد دارك سولز 1 يكون مبني على عوالم اتش بي لافكرافت اللي كان من أوائل الكتاب اللي بنوا ميثولوجي جديدة من الصفر. هيديتاكا ميازاكي لما بدأ يشتغل على دارك سولز 1 ما كانش بيحاول مجرد يقدم ار بي جي ممتعة أو عالم ضخم أو معقد،
مع دارك سولز 1 ميازاكي كان بيصنع أسطورة. لو استمتعتم بالفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، وياريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا باقي المحتوى اللي بنقدمه. شكرا للمتابعة واشوفكم الفيديو الجاي.